على أرض الكويت بزينة اللون السمائي وسفانة الخليج تسابقت العيون والأيادي الحناجر والأماني من العراق إلى اليمن تسابقت كلها تحت سماء الكويت لتترك بصماتها في صناعة فصل من فصول صناعة الحياة. هذا الرجل يعرف ما ينتظره. تأخر العراق في افتتاح التسجيل. هذه لوحدها لم تكسب باسم قاسم المدرب في بغداد وبقية المحافظات العراقية إلا المزيد من النقد بأنواعه والمطالبة بعدم التجديد له. يعرف الرجل جيدا ما ينتظره، خلافا لمن يراقب المباراة من وسط المدرجات من أفضل زاوية في ملعب المباراة. تأخر العراقيون في افتتاح التسجيل وعلاء أمهاوي علم جيدا أنه بالتمرير ما أصاب، ولكم أن تتوقعوا ردة فعل من يعرف تماما ما ينتظره في كل محافظات العراق. محمد عياش نجم نجوم اليمن في بطولة البطولات وقف لوحده مع تقدم دقائق المباراة لمنع العراقيين من افتتاح التسجيل ولو وصلت الكرات على حدود المرمى اليمني. احتفظ المخرج بشيء من أوراقه عن بطلنا الذي يعرف ما ينتظره عندما يعود إلى بغداد. ربما سينتج المخرج فيلما عما كان يجري على دكة احتياط العراقيين كلما وقف عياش سدا منيعا أمام أول أهداف العراق. ما اقترب العراقيون بشكل يهدد فعليا المرمى فخسر اختبار الشوط الأول. من يعرف جيدا ما ينتظره عندما يعود قريبا إلى الوطن بعد معرفة ما ستكون عليه نتيجة الاختبار. بينما كان أسود الرافدين يستمعون لتوجيهات من يعرف ما ينتظره عندما يعود للوطن، وصلهم الخبر أن الصدارة قد أفلتت من بين أيديهم وأنه حتى تلك اللحظة سيواجه العراق في الدور النصف النهائي، سيواجه منتخب عمان. لا تفرق كثيرا عند الجمهور من يواجه في الدور المقبل العراق. هدفهم رجلنا الذي يعرف تماما ما ينتظره عندما سيعود إلى البلاد. هذا الرجل سيحدث فارقا فقط على صعيد النتيجة كما سنتابع داخل المستطيل. عند الدقيقة 50 صنع العراقيون أحلى جملة ما أكملها بنجاح مضيع الفرص الضائعات أيمن حسين، ربما سيحارب فيها أنه دربهم عليها لكنهم أضاعوها، فما بوسعه أن يفعل وإن عرف ماذا ينتظره عندما سيعود إلى العراق. كل شيء داخل المستطيل سيتغير، لكن قبلها أرعب مشتهدو اليمن كل مشجعي العراق عندما وصلوا للمرة الأولى بشكل جدي إلى مرمى جلال حسن. وليت المخرج صور لنا ولو لاحقا كيف كانت في تلك اللحظة أحوال من يعرف تماما ما ينتظره عندما يعود إلى العراق. كل شيء بعدها داخل المستطيل تغير. صمود محمد عياش في الذود عن العرين كسر من حصن البديل علي صاحب الرقم 7 الذي احتفل بعيدا عن ضابط إيقاع منتخب العراق. داخل المستطيل تحرك اللاعبون وخليفة يونس محمود، هكذا يصفه البعض أيمن حسين، اجتهد داخل الصندوق ومنح زميله علي فايز أن يضاعف لكل منتخب العراق يضاعف الرصيد. سيفعل المتخصص بالضربات الثابتات، وشاهدوا معنا مع من أولا سيحتفل، فشاهدناه ولو للحظة مرة في الشوط الثاني. نعم، هو الذي يعرف ما ينتظره ولو تصدر في الدور الأول منتخبه بلا هزيمة. نسي المخرج المدرب باسم قاسم، فالحدث أمس داخل المستطيل. مهدي كامل البديل سجل ثالث الأهداف واحتفل على طريقة يعرفها العراقيون فقط، يعرفها تماما مشجع الشرطة. تنفست المباراة بعدها شيء من صعيد، فكانت الفرصة أن تقع اللقطة على من أعطى التوجيهات وهو يعلم أن ما ينتظره أصعب سواء توج أو لم يتوج منتخب العراق. في النهاية صحيح أن اليمن قد خسر المباراة، لكنه ظل رمزا يقول بصوتنا جميعا مصممون أن نصنع الحياة ولو أننا نعرف جيدا ماذا ينتظرنا من صعاب. حيدر الوتار، صدى الملاعب.